وسلم صلى الله صلى الله عليه وسلم.
وسلم. صلوا عليه العاشر سيدنا محمد. ولما كان نور الحبيب في ظهر جدك عبد المطلب كانت تفوح منه رائحة مسكية، وكانت قريش يستسقون في بركاته ويستنصرون به إذا أصابهم الهزام. فرأى في منامه سلسلة من فضة خرجت من ظهره حتى بلغت العنانة السماوية، ثم عادت شجرة خضراء فتعلق بأغصانها جميع الأنام. فلما أصبح قص ما رآه على أهل المعرفة فعبروها له في المقالات الحسنية، وقالوا له يخرج من ظهرك ولد تطيعه أهل السماوات والأرض، وهلال وجهك كل يوم كامل. أحبتي يا من سبى قلبي وعدلي وعقلي بالله يا أهل
الإسلام